بتاخد عمارة عنا N بتساوي 47 floors, U بتساوي 3760 person, 80 شخص per floor. رح ناخد TDO بتساوي 2 second و TDC بتساوي 3 second و TP بتساوي 1.2 second. وبعدين راح اخذ هون دي اف بتساوي 4.5 meters equal floor heights. راح اثبت السرعه هون راح اخذها 8 متر بير سكند، ممكن اخذها 10، 10 يمكن يكون احسن، بس راح اخذها هلا هون 8. راح نحسب هلا لامدا. هلا بدنا نصمم العماره هاي، في البدايه راح نصممها كزون واحد نشوف شو بيطلع معها. فلامدا عندي 3760 في 0.12 arrival rate بيساوي 12%، والانترفال تارجت بيساوي 30 سكند، فهاي على 300 بتعطيني 1.504 passengers per second. فبصير عندي الانيشال P initial بتساوي 1.5 في 30 أو 1.504 في 30. قديش تطلع؟ تطلع تقريبا 45 45.12. طبعا بالبداية حتى هذا الرقم باين كمان إنه غير منطقي، في أكثر من شغلة رح تطلع غير منطقية. 45 و2 بالعشرة باسنجر كار ضخمة، بس رح يطلع معنا كمان أشياء تانية ضخمة جدا. هلا ناخذ هذا نطبق عليه الارقام، نطلع الرقمين. هلا انا حاسبها هون عشان ما نضيعش وقت، حاسبها على السوفت وير. بتطلع عندي تاو انيشال بتساوي 477.63 سكند، و اي تي تي 1 بتساوي اي تي تي 1 تطلع 113.073 و L تطلع 16. واضح ان ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى واضح انه الـ ATT 113 عالي جدا. عدد المصاعد 16، ما بصيرش يكون 16 بنفس الهاي. والحجم يعني راح يقل، بس مش راح يقل كثير من هون، يعني راح ينزل بحدود ال 40، كمان 40 هذا مصعد ضخم جدا. إذا هذا ديزاين غير مقبول، كزون واحد ديزاين غير مقبول.